بسم الله الرحمن الرحيم. الأوضاع أوضاع مدارسنا في ريف القنيطرة نسبة 75% منها مدمر بسبب الطيران الأسدي الغاشم، حيث تم استهداف المدارس بصواريخ الميج وراجمات الصواريخ والطائرات المروحية البراميل المتفجرة. طبعا الغاية من ذلك كان هو القضاء على البنية التحتية في المجال التربوي. يعني أوضاع بالنسبة لأوضاع المدارس هو نموذج كما تشاهدون من نماذج المدارس المدمرة في ريف القنيطرة. طبعا نسبة كبيرة من المدارس هي كحال هذه المدرسة مدمرة غالبية، خارج الخدمة، مدمر غالبية أبنيتها. يعني مما اضطر بعض القرى للتجمع في يعني اكثر من قريه تتجمع ضمن مدرسه واحده لحتى يعلموا يسكنها النازحون. بالضبط، حتى ان اغلب المدارس يعني فيها جناح يسكنها النازحون وفيها الجناح الثاني يضطر يعاني المعلمون والمدرسون فيها دوام او دوامين لحتى يعلموا الاطفال ويستمروا في عمليه التعليم. ما هي نسبه الدمار في مدارس قنيطره؟ النسبه تقريبا والله يعني عالية إلى نسبة 60 أو فما فوق، خارج عن خدمة، خارج عن الخدمة. يعني أنا أتحدث عن مجلس واحد دون ذكر اسم المجلس، فيه مدرستين، علما أنه فيه 4 قرى كاملة، فمدرستين فقط اللي داخل الخدمة وقيد التشغيل، أما الباقي طبعا مدرستين في 6 خارج الخدمة، فالنسبة يعني أكثر من النصف، هي تعادل الثلث تقريبا. شكرا لك أخي الكريم. لا.